السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على موضوع السقي بالتنقيط. كما كتعرفوا أن السقي بالتنقيط عنده واحد الأهمية كبيرة بالنسبة للزراعات اللي من ضمنها زراعة الزيتون. يعني السقي بالتنقيط راه عنده واحد الأهمية كبيرة، سواء بالنسبة للاقتصاد في الماء. يعني السقي بالتنقيط كيوفر لنا بزاف ديال الماء بالمقارنة بالسقي بالغمر، وكذلك توفير المياه الري. يعني السقي بالتنقيط خلانا نوفروا بزاف ديال المياه بالمقارنة بالسقي بالغمر، وكذلك سرعة السقي. يعني من شحال هادي زمان إلا بغينا نسقيو مثلا واحد الهكتار ديال الزيتون ولا جوج هكتارات، راه كيشدنا الوقت بالمقارنة مع دابا كتلق ديريكت من ستاسيون ديالك عبر قنوات الري، راه كتسقي واحد لابارسيل ولا جوج بارسيلات في ساعة واحدة ولا جوج سوايع. يعني سرعنا سقي بالتنقيط، عنده واحد الأهمية كبيرة بزاف. وكذلك الجانب الاقتصادي، راه زمان كنا كنستهلكو بالمقارنة بالسقي بالغمر، كنا كنستهلكو بزاف ديال كنكونسومي بزاف ديال الغاز، و حتى السوايع ديال إلا كان عندنا الطاقة مثلا راه كنكونسومي بزاف ديال السوايع بالمقارنة بهذا السقي بالتنقيط اللي كما كتعرفو. أو كنصحو الناس اللي مازال ما داروش السقي بالتنقيط يحاولوا يديروا السقي بالتنقيط، انه راه مهم جدا اقتصادي وكيوفر عليك بزاف ديال الحوايج. اما بالنسبه لهاد لا فيديو اللي كتشوفوا قدامنا، حنا دوزنا غرسنا الزيتون ودوزنا القنوات ديال الري ديالنا، دوزنا انستالينا تيو، ودابا اختارينا الكوتور. هاد الكوتور اللي كتشوفوا دابا راه كوتور كيتحل، يعني حيت نبغيو نختارو الكوتور خاصنا نختارو شي كوتور اللي يكون مزيان وعلى حسب شحال كيعطينا ديال الماء. حنا اختارينا هاد الكوتور كيعطي 4 يترو، وكاين اللي كيعطي حتى 8 يترو و10 يترو على حسب الشجرة اللي عندك. حنايا ملي عندنا الشجر صغير اختارينا هاد الكوتور كيعطينا 4 يترو، وغنديرو دو كوتور بار بلونت، يعني جوج كوتورات للشجرة. يعني إلا سقينا ساعة راه غادي تعطينا واحد 8 يترو، ساعة ونص تعطينا تقريبا 12 لترو للشجرة، حيت مازال الشجرة صغيرة. بما أن دي كوتور كيتخنقو ولا كيتبوشو، من الأحسن تختاروا واحد النوع اللي كيتحل. يعني إلا تبوش عليك الكوتور كتجي كتحلو كتفتحو كتنقيه كتنيطويه مزيان وكتردو. يعني الا اختاريتي شي كوتور ما كيتحلش راه ضروري انك حيت بغيتي يتبوش عليك راه كتحيدو، الا ما تسرحش راه كتلوحو كتجيب واحد اخر كتشري واحد اخر، يعني كتضيع في هذاك الكوتور. هاد الكوتور هذا اللي كتشوفو دابا كيتحل، الا تبوشا كيتحل وكيتنيطوايا وكيرجع، يعني بواحد السهولة اللي كبيرة بزاف. فاحنا هنايا في الضيعة هادي قبل ما نديرو هاد السقي بالموضعي، راه ديجا منين غرسنا الشجر راه درنا واحد السقية الأولى بسقي بالغمر، يعني سقينا بالغمر حيت ضروري أننا حيت نبغيو نغرسو غرس جديد ضروري أننا نسقيو السقي بالغمر باش كنخرجو داك الهواء اللي كاين في ديك التربة باش كتشد لينا الشجرة. هذا هو الأهمية ديال السقي بالغمر في الأول كما قلت لكم في الفيديو السابق. وكما كتشوفوا هنا الكوتورات اللي قلت لكم، الكوتورات هما هادو كوتورات ديال 4 يترو، راه كيتحلو كوتورات مزيانين كيتفتحو. انا عندي تقريبا واحد 2000 كوتورة، وديك الساعة غادي نركب هاد الكوتورات ان شاء الله وغنشوف اذا مازال خاصنا لي كوتور، غنعاود نكومونديو لي كوتور ان شاء الله.
هنا غنوريكم الطريقه اللي سهله صراحه، وشحال من واحد عارفها تقريبا، ما كانش اللي ما عارفش هذه الطريقه باش كيركب لوغوتو. وكتجيب واحد المسمار وكتقاب داك التيو وكتركب الكوتوره ديالك بواحد السهوله. غير هو كاينين واحد لي كوتور كما قلت لكم راه فيهم الانواع بزاف، كاينين لي واحد لي كوتور ما كيبغوش يدخلوا في التيو، يعني عندهم كيكون عندهم واحد الصعوبه كبيره باش تدخلهم، خصك شحال باش تدخل ديك لو كوتوره، يعني هذه عندها كتدخل بسهوله، يعني كوتور زوين يدخل بسهوله تامه. بالنسبه للساقي الموضعي كما قلنا راه كل فلاحه و السيستيم ديالها، يعني ضروري اننا حيت نبغيو نديرو الساقي الموضعي خاصنا نشوفو ديك الشجره شنو هو الساقي الموضعي اللي غادي يناسبها.